ثقفا ومثقفة، وقد انتقد هذا البيان ما وصفه الموقعون بالإرهاب الوحشي الذي ينفذه النظام الحاكم ضد أبناء الشعب السوري. وطلب البيان كافة القوى العربية والإسلامية والدولية بالقيام بواجبها لنجدة الشعب السوري بدءا من حكومات مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال تقديم الإسناد الإنساني الإغاثي والإعلامي والسياسي، بالإضافة إلى طرد سفراء النظام من عواصم مجلس التعاون الخليجي. كما طالب البيان بالسماح للمعارضة السورية بالتحرك على الأرض الخليجية وتوفير الدعم والتواصل لعقد المؤتمرات اللازمة لإيقاف جرائم الحرب التي يرتكبها النظام. قدم وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال